هذا نقاش وتقييم دار تقريبا لمده 4 أو 5 أو 6 سنوات، تنديروا سميه تيمنسا من النسخه الاولى، ولكن كيفاش نترجموا ديك تيمنسا فكرنا نديروا واحد عرض الازياء باللباس التقليدي، باعتبار ان درعه تافيلات والجنوب المغربي ككل والمغرب ككل مازال فيه اللباس التقليدي حسب المناطق وحسب القبيله وحسب الثقافات الموجوده في كل جهه. شهرين تغنخد مخفوي تغنتملسا هذا غور تاني معنا نسلسات انتي ترباتي انتي غير انتي غير ميسوه انتونا شهرين تغنجمع الحمد لله نجمع ترباتي نجمع تملسا الحمد لله هذا نتمنى تراث نتمازرت نغاوردو نتبعيد اوردو انت اوردو انت هذا نحيو التراث نتمازرت نداد نتحيو نتطلب ترباتي ولا توتمين او نورث التراث نتمازرت النخ ونورث التراث نتمازرت نغنرى التراث نتمازرت نغنلسايح نغي قديم نلسايس نسر نلستزر اللبان نستخلالي نستي السومة نلسولو دا كلو سنتين نخت قديمين دا نتمنى كلو ما داغيان نولا هذا غيس الشع دا تخسل وتام ان شاء الله دا نتمنى دا تخسل وتام ان شاء الله اندو بعيد دا نتمنى داغيا في ايمال اسوكس ان شاء الله دا نتمنى اندو بعيد وريت نقيم جبو مال وحدو دا نتمنى اندو عند بعيد نتمنى يا تدفعت البنات ما داخش الشعن فران بعيد دات شي كل شيء ما داغي سهمن سوت صغريت ولا تشجع دات شي رغبه 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 كل ما داغي عاون سنا دات شي رغبه دات شي ما داغي عاون الدكور شي ما داغي عاون الدكور شي ما داغي عاون كلش كرغ دات شي رغني شو زاهي من نعيمه تتكفل نس المكياج نترباتين تعاون اخت انت تتكفل نس المكياج نترباتين انت تداغي عاون ملسين تد معنا تعاوننا بزاف في المكياج ولا ملسي ولا كل شيء دات نتشارك بزاف دات تشارك فاطمه عدنان تشارك السي علي غراج تشارك كل شيء محمد مقران تشارك كل شيء الجنان دات تشارك بهره بهره اشفو المعاونة يتخ اشتينا سهوله اذا نتمنى 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 ايدو بعيد فرحة بزاف 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 باش كون نحياد يات اللبسات كات تموت نحياد تزيد غي زيد غي تاول ترات تغسل قدام ان شاء الله قد تجديد ان شاء الله ما كاينينش ترباتي نازلين انت مازال مازال تلسنتي مازال برا دات مسرة سنتيني راه سنتزنا يات الرسالة كل شيء ما هنا قديم هادي السورية البنات ما توريكية قديم واخا كتنيا قديم وريا قديم بنان ما تيديحيو سي سميتو سي بومالنا كله كل المناطق الحاجه نورسني تقديم تورتي تقديم بالنسبه ليهم حاجه زوينه.